طلال إلى حديث مهم جدا للأمير الوليد بن طلال مع الدكتور أحمد العرفج عن السعودة، عن التوطين، متى يصبح الوليد بن طلال عنصري سعودي؟ نتابع. شوف انا الحين ايش لابس، انا ايش حاطن؟ اوه ما شاء الله. ايوه انا مسعودي. يا سلام. انا مثلك، انا مش متحيز. نعم. انا اقول عنصري سعودي وافتخر بالشهاده. نعم العنصريه والله. نعم نحن نعم. نحن عندنا مثلا مصنع طن ثانيه، يعني 10 نساء سعوديات 100%، شركه المملكه القابضه 90% سعوديين، القصر عندي والمنشات كلها سعوديين او 90% او 100%. انا اقول لك من 20 سنه لم اطلب فيزا زياره او اطلب زياره استقدام اي واحد خارج السعوديه. يعني 20 سنة. متبني موضوع التوطين من 20 سنة بتحيز وقوة وشدة وصرامة لدرجة العنصرية. نعم نعم العنصرية للسعودة والتوطين. شكراً. نعم العنصرية. وأنا دائما أقول أبو خالد يقول ما في حياد في حب السعودية. ما حياد؟ ننحاز 100% للسعودية وبس. الحياد صفر نحو السعودية. يلا ممنوع. طيب أبو خالد دائما ودنا نمشي معك. الله حيك. لأنه حديثك ضافي وأيضا جذاب والناس تحبك. الله يزيدك. قل أمين ويرفع قدرك دنيا وآخرة. شكرا لك. الله يحييك. الحياد صفر في مصر. الحياد صفر. نعم انا اقول انه مع السعوديه الحياد صفر، ما في، ما يمكن تكون محايد في حب السعوديه، نحبها حتى النخاع وللاخير. شوف للامانه يعني اللي متابع مسيره ابو خالد زي انا يمكن من 30 سنه تابعه، ورجعت للصحف عام 95 96 كان يقول انه روتانا وذيك الايام اول ما بدات انه سيدعم الاغنيه السعوديه، سيدعم الكوادر الوطنيه. الزمن دار، واللي كان يعمله الوليد الآن أصبح مشاع. روتانا 100%، برنامجنا هذا واحد هات لي مذيعين روتانا. شوف زي ما قالوا كونك بلونك، هذا شعار روتانا ولا لا؟ نعم. قضايا السعودية، قضايا كلها مطروحة هنا، سقف عالي جدا. ولا تنسى الشعار اللي أحبه، وش شبابها أدرى بشعابها. أي والله نشهد أنكم أدرى بشعابها. فأنا أقول لك يعني لا فريق الإعداد اللي معنا اللي وجه لهم الشكر فردا فردا، ولا برنامج سيدتي، ولا البرنامج كورة، ولا برنامج المديفر، ولا كلها ما شاء الله تغذية وطنية. وبعدين أثبتوا فعلا أنه والله يقولون لمصريين وسوريين وأخوان مغاربة يقولون تابع روتانا ونعرف الشأن السعودي ومعجبين بشبابكم وشاباتكم. طيب أبى أسمع منك تعليق على نقطتين في هذا الجزء الأخير. الوليد الأمير الوليد يقول أنا عنصري لكل ما هو سعودي. وهو صادق والله، وهو صادق أبدا. دائما يرسل لي ويحط علم السعودية تحت، يقول أبدا روتانا هي الذراع الأقوى الإعلامي للمملكة العربية السعودية. إصراره ودعمه لموضوع التوطين وإنه من 20 سنة لم يطلب فيزا. أبو هذا 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 مشاهد عليه. يعني الأمير لما تتكلم معه شيء يسألك يقول لك إنه داعم لشباب الوطن. حنا خلينا نقول نسميها التسمية الحديثة وهي التوطين، ولا ننتقص من أحد، بس مدام عندنا مذيع قدير زي أبو يحيى ما شاء الله طليق اللسان وعند جمال المديفر، هؤلاء هم اللي يديرون القناة. جميل. كل الشكر والتحية والتقدير حقيقة للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز على تفاعلي مع هذه الحلقة وتفاعله الدائم في هذه الأجزاء الأربعة التي عرضناها. ذكر الأمير متابعته الدائمة لكل حلقات يا هلا بالعرفج 300، أشار إلى أهمية القراءة ووجودها اليوم كعنصر مهم، وأن الانشغال لا يمكن أن يكون عذرا في الابتعاد عن القراءة. صرح بوضوح أنا ضد الحكم الأجنبي 100%. وفي الجزء الرابع أوصل رسالة قمة الحياد أن تنحاز إلى وطنك. فاصل.